بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي الفني أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات مادة اللغة العربية النهاردة إن شاء الله هنتناقش أو نتكلم في فرع من فروع اللغة العربية وهو فرع النصوص إحنا كنا قبل كده في الحلقة الماضية اتكلمنا عن بعض دروس النحو وكنا قبل كده برضو اتكلمنا عن بعض النصوص وهنستكمل إن شاء الله ما بدأناه من كلام آه كل نص من النصوص عندنا بيمثل مدرسة أدبية محددة ومعينة وبيجي النص علشان يأكد على هذه المدرسة ويؤكد على سمات هذه المدرسة وعلى خصائص هذه المدرسة النهاردة هنبتدي أدب وهنتكلم عن مدرسة الديوان لإن معانا نص عصفور الجنة ونص عصفور الجنة هو ممثل لمدرسة الديوان مدرسة الديوان في البداية كده عايزين نتكلم عنها ونسأل نفسنا ونقول من رائد مد أو من رواد هذه المدرسة وما السمات المشتركة بينهم من رواد هذه المدرسة وما السمات المشتركة بينهم مدرسة الديوان آه روادها الأستاذ عبد الرحمن شكري والأستاذ عباس محمود العقاد والأستاذ إبراهيم عبد القادر المازني الأستاذ عبد الرحمن شكري الأستاذ آه إبراهيم عبد القادر المازني والأستاذ عباس العقاد وهذه المدرسة لماذا سميت باسم الديوان؟ لانهم اصدروا كتاب في بدايات القرن الماضي عنوانه الديوان، عنوان الكتاب الديوان. في الكتاب ده هو اسسوا لمدرستهم ووضحوا فك فكرتهم وفي نفس الوقت كانوا بيهاجموا المدرسة السابقة عليهم اللي هي مدرسة الاحياء والبعث وكان ليهم ماخذ على هذه المدرسة. يبقى السمات المشتركة بينهم انهم جميعا متأثرين بحاجتين متأثرين بالرومانتيكية عند مطران ومتأثرين أيضا بالشعر الرومانسي الإنجليزي لأن كلهم كانوا بيجيدوا اللغة الإنجليزية وكلهم كانوا بيقرأوا الأدب الإنجليزي في لغته الأصلية وكلهم كان عندهم تأثر عميق بالتراث العربي القديم فإذا هم جمعوا بين المعرفة الدقيقة والعميقة بالتراث العربي القديم وفي نفس الوقت المعرفة باللغة بالمعرفة باللغه الانجليزيه وقراءه الادب الانجليزي في لغته يبقى مدرسه الديوان آه هذه المدرسه وهي فرع عن المدرسه الرومانسيه اللي كان رائده خليل مطران وكنا اتكلمنا عنها في حلقه سابقه السؤال اللي بعد كده عندي بيقول ما الخصائص الفنيه للشعر عند مدرسه الديوان ما الخصائص الفنيه للشعر عند مدرسه الديوان؟ الخصائص الفنيه للشعر عند مدرسه الديوان اول حاجه عندي رفض القديم طغيان الجانب العقلي على الجانب العاطفي البعد عن شعر المناسبات آه العناية التامة بالوحدة العضوية والوحدة العضوية هنا حاجة لابد ان احنا نشير اليها آه ودي حاجة كانت ظاهرة جدا عند المدرسة الرومانسية اللي هي بتبقى وحدة الموضوع ووحدة الجو النفسي وحدة الموضوع ووحدة الجو النفسي على عكس مدرسة الإحياء والبعث كنت بتجد أن القصيدة من الممكن أن تتناول أكثر من موضوع وممكن ان تتن ان تنتقل بين اكثر من غرض، لا هذا الكلام لا نجده عند ممثلي المدرسه الرومانسيه بفروعها الثلاثه، سواء كانت مدرسه ديوان او مدرسه ابولو او مدرسه المهاجر اللي هنتعرض ليهم بعد قليل عند دراستنا للنصوص التي تشير اليهم، يبقى البعد عن آه العنايه التامه بالوحده العضويه، العنايه بالخ الخيال الهيام بالطبيعة والامتزاج بها عدم الالتزام بالقافية الموحدة أنا عايز أشير إلى شيء هنا ان واحنا بندرس السمات العامه او الخصائص العامه لمدرسه الديوان احنا هنرجع بعد كده هندرس مدرسه ابولو وهندرس مدرسه الايه المهاجر وهنلفت النظر اليها لازم نعرف ان في مجموعه من الخصائص العامه بتربط هذه المدارس جميعا ببعض لانه كلهم نازلين او كلهم موجودين تحت عنوان كبير اللي هو اسمه المدرسه الرومانتيكيه او المدرسه الرومانسيه والمدرسه الرومانتيكيه او المدرسه الرومانسيه لها مجموعه من الصفات ده ما يمنعش ان كل مدرسه كل فرع من هذه الفروع او كل جماعه من هذه الجماعات سواء كانت جماعه ابولو او جماعه الديوان او غيرها لها سمه مميزه ليها يبقى في خصائص عامه بيشتركوا فيها جميعا اللي هي خصائص المدرسه الرومانسيه ولكن بنيجي في كل مدرسه من هذه المدارس بنجد ان ليها سمة خاصة بها يعني انا عندي هنا مثلا مدرسة أو الديوان غلبت الجانب على الجانب العاطفي دي سمة بتميز الديوان عن مدرسة أبولو أو عن جماعة أبولو أو عن المهاجر إنما هو مثلا بيتفقوا في العناية بالخيال الهيام بالطبيعة البعد عدم الالتزام بالوحدة بالقافية الموحدة التطلع إلى الكمال ده كله بيشتركوا فيه جميعا ولكن كل مدرسة هيكون عندها سمة أو صفة أو خصيصة تم يميزها عن المدرسه الاخرى التي تشاركها في المدرسه الرومانسيه. عدم الالتزام بالقافيه الموحده ودي نقطه مهمه وهنلاحظها وهناخد بالها انها منها جدا لما ندرس النصوص اللي موجوده معانا سواء من نص عصفور الجنه او في النص اللي هندرسه بعد ذلك لما هنتكلم عن مدرسه أبولو او جماعه أبولو وهندرس نص لابراهيم ناجي هنجد انهم ما كانوش بيلتزموا بي القافيه الموحده هم بيلتزموا بالوزن عندهم وحده الوزن وبيتفقوا في ذلك ولكن هو ممكن ينوع بين القوافي يعني ممكن تلاقي القصيده ابتدت بقافيه مثلا الهمزه او النون او كذا ثم انتقل الى قافيه الباء كل مقطع بيبقى له قافيه مختلفه عن الاخرى التطلع الى الكمال والمثل العليا ظهور مسحه الحزن التي وصلت الى درجه التشاؤم عند بعضهم استحداث موضوعات جديدة كان بيقدموا فعلا موضوعات جديدة مثل رساء المازني لنفسه طيب احنا كده عرضنا لخصائص آه المدرسة هنتكلم عن نص اسمه عصفور الجنة نص عنوانه عصفور الجنة الشاعر عبد الرحمن شكري نفكر ونقول ان عبد الرحمن شكري هذا هو احد مؤسسي مدرسة الديوان عبد الرحمن شكري احد مؤسسي مدرسه الديوان وعبد الرحمن شكري كتب هذا النص نتيجه لتجربه الاول هنتعرف عليه على عبد الرحمن شكري وبعدين نعرف الجو العام للنص التعريف بيه عندي عبد الرحمن شكري شاعر مصري شاعر مصري جمع بين الثقافة العربية والثقافة الإنجليزية وإحنا أشرنا قبل كده إن رواد مدرسة الديوان الثلاثة كانوا يجيدون اللغة الإنجليزية درس في مدرسة المعلمين العليا وتخرج منها سنة 1909 سافر في بعثة إلى فرنسا سنة 1912 وعاد فعمل في وزارة التربية والتعليم ده تعرفنا بالشاعر اللي موجود معانا اللي هو عبد الرحمن شكري هاجي بعد كده آه عايز اعرف آه هو كا طبعا كان ليه اسهام كبير في نهضه الشعر الحديث وتطويره وهو من مؤسسي مدرسه الديوان آه اصدر عدد من الدواوين ابرزها ديوان اضواء الفجر وزهر الربيع وازهار الخريف واناشيد الصبا واصدر كتابين نثريين هما الخطرات والاعترافات يبقى انا اتكلمت او هنا عرفت مين عرفت عبد الرحمن شكري الجو العام للنص الجو العام للنص شعراء هذه المدرسه بيتميزوا بعده ميزات او المدرسه الرومانسيه في عمومها ان تجاربهم عاده بتبقى تجارب ذاتيه فبنقول هنا خاض الشاعر تجربه حب انتهت بمفارقه محبوبته دخل تجربة حب انتهت هذه التجربة بمفارقته لايه؟ لمحبوبته، فتأثر بهذا الفراق الصعب على نفسه، فكانت هذه الأبيات التي يدعو فيها محبوبته للعودة إليه مرة أخرى، لأنه لن لأنها لن تجد قلبا أشد حبا له لها وخوفا عليها من قلبه، فراح يقول هذه القصيدة يعبر فيها عن تجربة أليمة حزينة وهي بعد أحبابه عنه وتخلي أقرب الناس إليه عنه مما أفقده الثقة بالناس جميعا يبقى إذن أنا عايزكم تاخدوا بالكم دايما إن هذه المدرسة أو المدرسة الرومانسية في عمومها بتبقى عبارة عن تجربة ذاتية عبارة عن تجربة ذاتية بيأخذها الشاعر ويعبر عنها ولذلك بيأتي تعبير عنها يعني جيد جدا هو أحب فتاة انتهت هذه القصة بالفراق حس بالحزن الشديد عبر عن هذا الحزن في هذه القصيدة هو بيتمنى فيها أن تعود إليه الحبيبة مرة أخرى وبيقول لها فيها إنها لن تجد قلبا أشد حبا منه وأشد خوفا عليها منه نشوف مجموعة الأبيات الأولانية اللي موجودة عندنا بيقول فيها إيه بيقول ألا يا طائر الفردوس قلبي لك بستان ففيه الزهر والماء وفيه الغصن فينان وفيه منك منك أنغام وفيه منك ألحان وللأشجار أوطار ونايات وعيدان الا يا طائر الفردوس قلبي لك بستان ففيه الزهر والماء وفيه الغصن فينان وفيه منك انغام وفيه منك الحان وللاشجار اوتار ونايات وعيدان دول أول أربع أبيات موجودين عندنا في القصيدة. الأبيات الأربعة هي هنبتدي نتكلم عن أول سؤال عندي بيقول عصفور الجنة ماذا يقصد به الشاعر؟ الشاعر هنا وعلى فكرة زي ما قلنا واحنا بنتكلم عن هذه المدرسة انهم بيلجأوا إلى استخدام الرمز فالشاعر هنا بيرمز بعصفور الجنة إلى محبوبته التي هجرته والتي تركته ويدعوها الى العوده اليه، يبقى يرمز الشاعر بعصفور الجنه الى محبوبته. السؤال اللي بعد كده بنقول اشرح الابيات باسلوبك، لما نيجي نشرح الابيات احنا اتفقنا <applause> ان هو بيرمز الى عصفور الجنه او بجاب عصفور الجنه على انه رمز الى المحبوبه فبيخاطب المحبوبه وبيدعوها انها تعود الى قلبه تعود إلى قلبه وتعود إليه وهنا هو بيشبه القلب أو قلبه بأنه بستان مملوء بالظهور والجداول بستان مملوء بالأشجار مملوء بالزهور مملوء بالجداول مملوء بكل شيء جميل أشجار ذات أغصان طويلة حسنة هذا البستان مملوء بنغمات جميله صادرة عن عصفور الجنة آه الطبيعة الجميلة شاركته شاركت هذا العصفور آه في الغناء بحفيف الأشجار حفيف الأشجار يعني الهواء بيحرك أغصان الأشجار فتصدر صوتا خفيفا جميلا ورقص الأغصان فالطائر آه ملهم للشاعر بالشعر الجميل فكلا منهما ينشد ويسعد الاخرين ويبعث الامل والبهجه في النفوس يعني ايه يعني زي ما قلت لحضراتكم هو بيخاطب محبوبته التي تركته ويطلب منها ان تعود اليه رمز بهذه المحبوبة أو إلى هذه المحبوبة بعصفور الجنة ويبدأ في توجيه خطابه إلى هذا العصفور يدعو هذا العصفور المهاجر التارك له أن يعود إلى بستان قلبه الذي يمتلئ بالزهور امتلئ بالاشجار الطبيعه تشاركه سعادته العصافير تغني الاشجار تتحرك حركه خفيفه الاغصان ترقص وهنا هيعمل مقارنه ظريفه وجميله بين العصفور وما ينصره من جو جميل وجو وما ينصره من سعاده وبين الشاعر الذي يبعث الامل والبهجه في النفوس. أه لو رحنا بعد كده لبعض معاني الكلمات هنلاحظ ان الشاعر ابتدى الابيات بقوله الا 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 اداه تنبيه واستفتاح كانه بينبه المتلقي الى انه سوف يتكلم فالمتلقي ينتبه اليه بكل حواسه وبكل مشاعره. الفردوس هو اعلى مكان في الجنه وجمعها فراديس بستان يعني حديقه والجمع بساتين فينان يقصد بها الاغصان الطويله الحسنه والمفرد فنن انغام مفردها نغمه وهي الصوت الحسن الجميل الحان مفردها لحن نايات مفردها ناي وعيدان مفردها عود ويقصد هنا بالعود الاله الموسيقيه التي تصدر اصوات جميله وتعرف بهذا الاسم اللي هو العود هنتكلم عن بعض مواطن الجمال في هذا النص بلاء الشاعر بيقول ايه زي ما بيقول الا يا طائر الفردوس الا يا طائر الايه الفردوس فهو بينادي الطائر الا ان اداه استفتاح ويا اداه نداء الا اداه استفتاح ويا اداه نداء ودول يدلان على مدى قرب الشاعر او مدى قرب الطائر من الشاعر وده اسلوب انشائي وعايز الفت النظر هنا الى الفرق بين الاسلوب الانشائي والاسلوب الخبري الاسلوب الانشائي هو اسلوب بيبدا بامر او نهي او استفهام او نداء او تمني او الى اخره و بيفيد يعني بياتي بيبقى ليه اغراض متعدده على حسب الصوره اللي انا بستخدمها يعني اذا استخدمت الامر يبقى مثلا ممكن يفيد النصح والارشاد ممكن يفيد التهديد على حسب استخدامي للصيغه اللي انا عايزها الاسلوب النداء مثلا ممكن يفيد التعظيم ممكن يفيد التنبيه الى اخره الاسلوب الخبري هو اسلوب يحتمل الصدق والكذب والكاتب او الشاعر او الاديب لما بيستخدم الاسلوب الخبري بيهدف من ورائه الى التقرير هو عايز يقرر ان هذا الكلام او يقول لي ان هذا الكلام الذي يقوله لي انما هو حقائق عشان كده بنقول ان الاسلوب الخبري هو اسلوب تقريري بيفيد الايه التقرير يبقى انا عندي اسلوبين إيه؟ اسلوب انشائي واسلوب ايه واسلوب خبري الاسلوب اللي عندي هنا اسلوب انشاء لما بيقول الا ويا الا اداه استفتاح زي ما قلنا ويا اداه نداء وكلاهما اسلوب انشاء الا يا طائر الفردوسي هنيجي بعد كده لما قال يا طائر الفردوسي بقى هو طبعا هنا بيفيد حب الشاعر واعتزازه بهذا الطائر ثم انه صور ممكن تقول كمان هنا ان في استعاره مكنيه ممكن تقول ان في استعاره مكنيه لانه هو صور طائر الفردوس كانه انسان هو بينادي عليه وهذا الطائر يسمع النداء ويجيبه وسر الجمال هنا التجسيم بعد كده هو بيقول برضه يا طائر الفردوس استعارة مكنية شبه الشاعر الطائر بإنسان ينادي عليه وسر الجمال التشخيص هو طالما عايز افرق برضه هنا بين نقطتين اذا انا صورت او وضحت في الاستعاره المكنيه وقلت شبه بانسان يبقى هقول سر الجمال التشخيص لو قلت شبه لاي حاجه تانيه غير الانسان بيبقى سر الجمال التوضيح يبقى يا طائر الفردوسي مين اللي ممكن تنادي عليه ويرد عليك ويجيب النداء الإنسان يبقى شبه هنا طائر الفردوس بإنسان يبقى طالما شبه طائر الفردوس بالإنسان عرفت منين إن هو إنسان؟ لإنه هو بيسمع النداء ويجيب عليه لأن الاستعارة المكنية أنا بحذف فيها المشبه به وبجيب صفة من صفاته، فالمشبه به عندي هنا الإنسان أنا حذفته وجبت صفة من صفاته أنه يستجيب للإيه؟ للنداء ويرد إيه؟ عليه يبقى سر الجمال هنا التشخيص، طب إذا كان التشبيه بأي حاجة غير الإنسان أو التصوير بأي حاجة غير الإنسان، بقول سر الجمال التجسيد. المثال اللي بعد كده بيقول قلبي بستان، قلبي بستان، تشبيه. والتشبيه الفرق بين التشبيه والاستعارة أنا أشرت إليها قبل كده، ولكن ما فيش مانع إن إحنا نتكلم في عجاله التشبيه بيبقى المشبه والمشبه به على الاقل موجودين معايا يعني ممكن يبقى في مشبه ومشبه به واداه تشبيه ووجه شبه ولكن على الاقل بيبقى المشبه والمشبه به موجود معايا لو فقدت المشبه تبقى الاستعاره تصريحيه لو فقدت المشبه به تبقى استعارة مكنية يبقى ايه الفرق بين التشبيه وبين الاستعارة التشبيه على الاقل لابد ان اخ الطرفين المشبه والمشبه لازم يبقوا موجودين معايا طب الاستعارة بعض الناس بيعرفوها يقولك هو تشبيه فقد احد طرفي يبقى قلبي بستان انا عندي هنا اسلوب تشبيه او صوره جماليه تشبيه شبه القلب بالبستان القلب هنا هو المشبه والبستان هو المشبه به ونوع التشبيه تشبيه بليغ آه وده في دلاله على الامل والبهجه وفي النفوس لان البستان بما فيه من ازهار واشجار ومياه وطيور تغرد وكذا هو جو في او صوره بتبعث الامل والبهجه في النفوس الصوره اللي بعد كده بتقول وفيه منك انغام وفيه منك الحان ده بيدل طبعا على اعجاب الشاعر بصوت الطائر وهنا عايز اشير الى اشاره إن هو لما قدم الجر والمجرور اللي هو قال وفيه الفاء والهاء الفاء حرف جر والهاء ضمير مبني في محل جر اسم مجرور هنا لما لما بقدم الجر والمجرور في الجملة بيبقى الهدف منه التخصيص والتوكيد وللأشجار أوتارن أوتار ونايات وعيدان كناية عن البهجة والسرور، اوتار جميلة، اصوات جميلة، الآلات الموسيقية وما تبعثه في النفس من بهجة وسعادة وسرور، فهو لما اتكلم وذكر كلمة اوتار ونايات وعيدان، فهو عايز يقول لي ان الجو مبهج والجو فيه ايه؟ سعادة. الأبيات اللي بعد كده بيقول فيها ايه الشاعر؟ الا يا طائر الفردوس ان الدهر الوان وللاقدار احكام وللمخلوق اذعان وان باعدك الحسن وثوب الحسن خلقان فجرب عندها قلبي فقلبي منك ملان الا يا طائر الفردوس ان الدهر الوان وللاقدار احكام وللمخلوق إذعان وإن باعدك الحسن وثوب الحسن خلقان فجرب عندها قلبي فقلبي منك ملآن، أنا طبعاً حضرتك بتلاحظ إن أنا بعيد الأبيات يعني بقرأ الأبيات مرتين لأن عندي قناعة إن حضرتك إذا قرأت الأبيات قراءة صحيحة ساعدك ذلك على فهمها وساعدك ذلك على الإجابة على الأسئلة المطلوبة عليها بيقول هنا هو زي ما اتفقنا هو بيرجع يخاطب محبوبته مرة تانية أو بيخاطب الطائر اللي هو بيرمز به إلى المحبوبة الدهر هنا يعني الزمن والجمع دهور وأدهر الأقدار مفردها القدر والمقصود بها قضاء الله سبحانه وتعالى إذعان يعني خضوع واستسلام ملآن يعني ممتلئ والجمع ملاء الجموع الغريبة دي وبقى بالك منها لما تلاقي كده في الأبيات في جمع مش مألوف بالنسبة لك آه عليك إنك تاخد بالك ايه من هذا الجمع فكلمة ملآن جمعها ملاء هنيجي آه الأول طبعا هنشرح الأبيات اللي معانا ده هي اللي هي آه الشاعر اتكلم فيها فبنقول مما يحذر الشاعر محبوبته احنا اتفقنا ان اللي هو بيقصد بطائر الفردوس المحبوبة فهو بيحذرها من الدهر وتقلباته وانه ليس على حال واحد الدهر ما هواش على حال واحد بل هو متغير اليوم سعاده غدا حزن اليوم امان غدا خوف احوال الحياه متقلبه والانسان ليس له فيها الا التسليم بحكم الله وبقضائه سبحانه وتعالى طيب الشاعر ما يزال على عهده محبا لمحبوبته على الرغم من هجرها له يظهر ذلك في هذه الأبيات التي قرأناها وضح ذلك الشاعر بيخاطب عصفور الجنه بيقول له ايه امضي حيث شئت يعني اذهب في اي مكان تريده وعندما تريد العوده سوف تجد باب قلبي مفتوحا لن اغلق باب قلبي امامك عندما تريد العوده ستجده مفتوحا ينتظرك على الرغم من بعدك فانه ما يزال ممتلئا بالمحبه والحنين اذن الشاعر على عهده مع محبوبته على عهده لم ينسه على الرغم من الهجران الذي لاقاه من هذه المحبوبه الا انه لا يزال لديه امل ان تعود اليه في يوم من الأيام موجها حديثه إلى طائر الفردوس أيها الطائر طر حيث شئت واذهب حيث شئت وعد متى شئت فعندما تعود فإنك سوف تجد قلبي مفتوحا منتظرا لك. طيب نشوف بعد كده علل استخدام الشاعر للاساليب الخبريه. انا اشرت منذ قليل الى الفرق بين الاسلوب الانشائي والاسلوب الخبري. وقلت هو لما بيجي يستخدم الاسلوب الخبري بيبقى القصد منه التقرير واظهار كلامه على انه حقائق لا تقبل النقاش فهنا بقول علل استخدام الكاتب للأساليب الخبرية هتكون الإجابة كالآتي الأساليب خبرية للتقرير وتوحي بالأمل في نفس الشاعر وجاءت معظمها جمل اسمية يعني مبتدأ مكونة من مبتدأ وإيه وخبر وهذا أبلغ يعني أوضح وأكثر إيصالا للمعنى الذي يريده الكاتب ليه؟ لأن الجمل الإسمية تفيد ثبات المعنى واستقراره يبقى هو هنا أو ممكن يجي يسألني يقول لي علل استخدام الكاتب للجمل الإسمية مثلا فأنا أقول له إيه؟ لأن الجمل الإسمية بتفيد ثبات المعنى واستقراره طيب بيّن إلى أي مدى تحققت الوحدة العضوية في القصيدة أنا أشرت منذ قليل أو في بداية كلامي إلى أن الوحدة العضوية المقصود بها وحدة الجو النفسي ووحدة الموضوع، هذا تحقق في النص؟ أه تحقق في النص، تحققت في القصيدة الوحدة العضوية وتمثلت في وحدة الموضوع وهو حب الشاعر للشعر شعر الشاعر يحب شعره، اثنين وحدة الجو النفسي وهو حالة الحزن والألم المسيطرة على نفس الشاعر شاعر منذ بدأ القصيدة إلى نهايتها يص... تسيطر عليه حالة من الحزن وحالة من الألم فوحدة الموضوع ووحدة الجو النفسي هما أهم سمتين من سمات الوحدة العضوية إذا تحققت الوحدة العضوية لدى الشاعر آه بعد كده بيقول لي تظهر في الأبيات ملامح شخصية الشاعر. أنا أشرت في البداية وإحنا دايما بنحاول نربط الأمور ببعض إلى أن شعراء مدرسة أو المدرسة الرومانتيكية في عمومها وتفصيلاتها بعد كده مدرسة الديوان ومدرسة أبولو ومدرسة المهاجر إن قصائدهم هي عبارة عن قصائد ذاتية هي عبارة عن تجارب في غالب الأحوال يكون الشاعر قد خاضها بنفسه ثم يعبر عن هذه التجربه، فملامح شخصية الشاعر أول حاجة عندي هقول إنه صادق العاطفة، عاطفته إيه؟ عاطفة صادقة، عميق التفكير، محب للشعر ومخلص له، ثلاث صفات ظهروا عندي بشدة أثناء قراءتي للأبيات، بعد كده ما مظاهر التجديد في هذا النص؟ الجديد اللي اتقدم في النص ده؟ مظاهر التجديد في هذا النص آه ما مظاهر التجديد في هذا النص؟ مظاهر التجديد في هذا النص واحد الموضوع جديد الموضوع جديد وغير مالوف لدى الشعراء العرب الهيام بالطبيعه ومناجاه والمناجاه الدائمه للطبيعه وقلت ان ان هم جميعا اشتركوا في هذه الصفه اتخاذ طائر الفردوس رمزا حيا يحاوره الشاعر ويشتكي اليه يبقى مظاهر التجديد واضحه قدامنا لو سئلنا هنقول هذه النقاط الثلاثه الموسيقى النص الشعري بيتميز عن النسر بانه بيبقى فيه نغمه موسيقيه بتبقى نابعه دائما من الوزن ومن القافيه او احنا بنسميها موسيقى خارجيه وموسيقى داخليه الموسيقى الخارجيه بتبقى آه نابعه من الوزن ومن القافيه ومن الصور الجزئيه وحسن اختيارها والموسيقى الداخليه بتبقى نابعه من حسن اختيار العبارات الموحيه والمعبره عن المعنى الذي يريده الشاعر هل انطبق هذا الكلام عند شاعرنا عبد الرحمن شكري نعم حصل هذا الكلام هقول تمثلت الموسيقى في النص فيه وحده الوزن والقافيه اختيار قافيه النون المسبوقه بالمد لتلائم الجو النفسي الحزين اختياره لقافيه النون اختيار مقصود لان النون وحرف المد قبلها او حروف المد في عمومها بتدي ايحاء بالحزن فهو جمع بين حرف آآ آآ مد وجمع بين النون كقافيه فلكي يعطينا صبغه الحزن المسيطره عليه. حسن انتقاء الالفاظ جوده الصياغه انا ممكن اجيب الفاظ كويسه بس لا اسبكها سبك جيد في العباره. جوده الصياغه ترابط الفكر ودقه تسلسلها الافكار مترابطه كل فكره تسلم الى ما بعدها من الافكار هنيجي بعد كده احنا كده انتهينا من نص عصفور الجنة ومن مدرسة الديوان واتكلمنا عنها واخدنا مثال توضيحي بنص عبد الرحمن شكري اللي هو احد مؤسسي هذه المدرسة وعايز اشير اشارة خفيفة قبل ان انتقل الى مدرسة ابولو ان مدرسة الديوان يعني لم تستمر طويلا لأنه حصل خلاف بين مؤسسيها الثلاثة بين عبد الرحمن شكري وبين المزني والخلاف في الحقيقة حصل أو وقع ما بين عبد الرحمن شكري وما بين المزني والعقاد وقف او تدخل او كان في جانب المزني هذا الامر اشعر عبد الرحمن شكري بالحزن مما جعله يعتزل كتابه الشاعر وينطوي على نفسه ويبتعد بعيدا اما ابراهيم عبد القادر المزني فانه ايضا ترك الشعر الى كتابه القصه ولم يبقى الا العقاد منفردا يمثل هذه المدرسه وان كان مع مرور الوقت تراجع الشعر الى مرتبه ثانيه عند الاستاذ العقاد ولتعدد اهتمامات الاستاذ العقاد الادبيه وكتابته في الادب وفي كتابات اجتماعيه وكتابات اسلاميه وكتابات فلسفيه فهو كان متشعب الثقافه متشعب الانتاج فالشعر تراجع قليلا عنده الى مرتبه ثانيه. هننتقل بعد كده الى مدرسه ابولو ودي مدرسه من ضمن مدارس او جماعه من ضمن الجماعات التي تنتسب الى المدرسه الام اللي هي المدرسه الرومانسيه. مدرسه ابولو اول حاجه عايزين نعرف ايه العوامل التي ساعدت على نشاه هذه المدرسه. ما العوامل التي ساعدت على نشاه مدرسه ابولو؟ عندي واحد احتدام الخلاف بين مدرستي الديوان والاحياء والبعث الخلاف كان شديد جدا بين مدرستي الديوان اللي احنا لسه كنا بنتكلم عنها ومدرسه الاحياء والبعث اللي بيمثلها شوقي والبارودي وحافظ وغيرهم من كبار شعراء اللغه العربيه ده اول حاجه يعني اول ممهد لهذه المدرسه لكي تظهر ان حصل خلاف شديد بين مدرستي الديوان وبين مدرسه الاحياء والبعث الخلاف ده لم يتقف لم يقف عند هذا الحد بل وصل ان حصل خلاف بين مؤسسي مدرسة الديوان وانفراء اللي ادى الى انفراء جماعة الديوان نفسها زي ما اشرت منذ قليل خلاف اللي حصل بين عبد الرحمن شكر وبين المزني والعقاد اخذ جانب المزني وانتهى كما اشرنا نمر الثلاثة التأثر بمذهب مطران ومدرسة المهاجر آه يبقى الثلاث اسباب دول ساعدوا على انشاء هذه او على نشاه هذه المدرسه طيب سؤال اللي بعد كده من اهم رواد هذه المدرسه مين هم الشعراء اللي آه آه انشاوا هذه المدرسه عندي مجموعه من الاسماء وهم كلهم شعراء كبار أحمد زكي أبو شادي ويعتبر هو مؤسس هذه المدرسة وكان رئيس جماعة أبولو وإبراهيم ناجي اللي هو احنا له نص العودة وكان وكيل لهذه الجماعة أبو القاسم الشابي شاعر شهير شاعر تونسي شهير علي محمود طه ومحمود حسن اسماعيل ودول شعراء مصريين مشهورين، يبقى اهم رواد هذه المدرسه الخمسه اللي احنا ذكرنا اساميهم: احمد زكي ابو شادي، ابراهيم ناجي، ابو القاسم الشابي، علي محمود طه، محمود حسن اسماعيل. طيب، ما الخصائص الفنيه للشعر عند مدرسه ابولو؟ هنقول: واحد: الميل الى التجديد عن طريق عدم الالتزام بالقافيه الموحده. فكنا اشرنا منذ واحنا بنتكلم عن مدرسه الديوان وبنتكلم عن المدرسه الرومانسيه ان من ضمن السمات بتاعتهم انهم احيانا لا يلتزمون بالقافيه الموحده كنوع من التجديد وكنوع من دفع هم يرون ذلك يعني ان ده نوع من دفع الملل عن النفس وبيدي نوع من التجديد. فهنشوفها حتى في قصيدة إبراهيم ناجي قصيدة إبراهيم ناجي خير مثال على عدم الالتزام بالقافية الموحدة هنلاقي كل بيتين تقريبا ليهم قافية مختلفة عن الأخرى اتنين تقسيم القصيدة إلى مقطوعات يعني كل مقطوع ممكن يبقى لها وزن وقافية مختلفة عن المقطوعة الأخرى برضو الهدف من ذلك يعني إطفاء نوع من الحاوية على القصيدة نمرة التلاتة الوحدة العضوية وإتكلمنا عليها وشرحناها وإنكار وحدة البيت وحدة البيت دي هي دي سمة أساسية موجودة عند مدرسة الإحياء والبعث لأن يعني إحنا كنا بنقول إن البيت وحدة القصيرة هو لا الكلام ده مش عندنا البيت هو مكون أو لبنة من اللبنات الموجوده في القصيده القصيده كلها لها اعضاء زي ما الجسم له اعضاء لا يستطيع عضو ان يقوم بوظيفه عضو اخر كذلك في هذه القصيده لا يستطيع بيت ان يحل محل بيت اخر انما الابيات كلها لها دورها في مكانها التجربه الذاتيه واتكلمنا عنها ووضحناها الهروب من الواقع المؤلم الى عالم الخيال والجمال والمثل العليا هم كانوا بيحسوا انهم يعيشون في واقع فيه الم ومش قادرين يغيروا هذا الواقع ومش قادرين يتعاملوا معاه طيب يحلوها ازاي يهربوا من هذا الواقع المؤلم الى عالم ينسجونه من وحي خيالهم والى هم يطلبون الجمال مش لاقين الجمال في الواقع يفرون الى جمال ينسجونه في خيالهم يطلبون المثل العليا مش لاقي المثل العليا في الواقع فيفر الى الخيال وينسج المثل العليا هنصغها في العباره اللي موجوده قدامنا الهروب من الواقع المؤلم الى عالم الخيال والجمال والمثل العليا بعد كده برضو عندي استخدام اللغة استخداما جديدا في دلالات الألفاظ والصور استخدام اللغة استخدام جديد يعني مش معناه انه هو جايب كلمات جديدة انه اخترع او ابتكر كلمات جديدة لا هو بيستخدم نفس الكلمات التي او نفس المفردات التي تعطيها اللغة له ولكنه يعني يستنتج منها او يستنبط منها او يستخدمها بطريقه تعطي دلالات جديده وتعطي صور جديده سهولة الألفاظ ألفاظهم كانت سهلة من الممكن أن احنا نفهم قصائدهم بشيء من السهولة عشق الطبيعة كلهم متفقين في ذلك مدرسة الديوان ومدرسة أبولو ومدرسة المهاجر كلهم متفقين في أنهم بيحبوا الطبيعة وتظهر عنهم جدا فيه اشعارهم ومزجها بالنفس البشريه التشخيص والتجسيد وده ظهر على فكره في النص السابق لما كنا بنتكلم ان هو الشاعر جاب عصفور الفردوس وشخصه وجعله كانه انسان هو بيتكلم معاه البعد عن شعر المناسبات ودي نقطه كانوا هم بياخدوها عموما على مدرسه الاحياء والبعث انهم كان معظم شعرهم في المناسبات لا احنا مش هنقول شعر في المناسبات وهنبتعد عنه يبقى دي صفه برضه مشتركه ما بين مدارس الرومانسيه جميعا بعد كده هننتقل الى نص العوده للشاعر ابراهيم ناجي ابراهيم ناجي انا اشرت منذ قليل انه هو آه وكيل جمعيه او جماعه ابولو يعني احد الرواد المؤسسين لهذه الجماعه هو طبيب مصري مولود في القاهره سنه 1898 احب الشعر وتعلق به واتجه اليه كان واسع الاطلاع على الاداب الغربيه وعلى فكره دي نقطه مشتركه برضو بينهم جميعا بين شعراء المدرسه الرومانسيه تقريبا جميعا انهم كان عندهم اطلاع كبير جدا على الاداب الغربيه سواء الادب الانجليزي او الادب الفرنسي او غير ذلك مع في نفس الوقت مع معرفه دقيقه بالادب العربي القديم قلنا ان هو كان من مؤسسي جماعه ابولو وكان وكيل لها وتوفي سنة 1953 الجو العام للنص نفس الأمر اللي قلناه قبل كده عند عبد الرحمن شكري قصيدة تجربة ذاتية عاطفية خاضها الشاعر بنفسه هي الفكرة ايه هنا ان الشاعر كان يحب محبوبته وكان يلتقيان في مكان معين عند بيتها ف حصل ان هذه التجربه او هذه قصه الحب هذه فشلت فابتعد الشاعر عن هذه الاماكن التي تذكره بالمحبوبه ولكنه في يوم من الايام بعد مرور سنوات عاد الى هذا المكان ومع عودته نازعته الذكريات كأن الذكريات اللي كانت مختبئة أو كان يحاول أن يبتعد عنها انفجرت مرة واحدة أو ظهرت مرة واحدة أمامه عندما عاد إلى دار حبيبته بعد فترة هجر يدفعه الشوق والحنين فوجد نفسه أمام معالم أخرى غير التي كانت مألوفة لديه وهي معالم تحمل ذكريات هواه بما فيها فكانت هذه الابيات نتاجا لهذه العودة حتى النص اسمه ايه العودة نشوف اول اربع ابيات عندي الشاعر بيقول رفرف القلب بجنبي كالذبيح وانا اهتف اهتف يا قلبي يا قلب التئد رفرف القلب بجنبي كالذبيح وانا اهتف يا قلب التئد فيجيب الدمع والماضي الجريح لما عدنا ليت انا لم نعد لما عدنا اولم نطوي الغرام وفرغنا من حنين وألم ورضينا بسكون وسلام وانتهينا لفراغ كالعدم رفرف القلب بجنبي كالذبيح وانا اهتف يا قلب التئد فيجيب الدمع والماضي الجريح لما عدنا ليت انا لم نعد لما عدنا او لم نطوي الغرام وفرغنا من حنين وألم ورضينا بسكون وسلام وانتهينا لفراغ كالعدم، المفردات اللي موجوده عندي رفرف معناها تحرك، اهتف يعني اصيح بصوت عالي، التئد يعني تمهل وترفق، الماضي الجريح المقصود به هنا ما عاناه من الم وحسره، الحنين الشوق، سكون معناها هدوء، بعد كده عندي لو حبينا نتكلم عن شرح الأبيات فبيقول لي في الأبيات ذكريات تثير في النفس الألم وضح ذلك الأبيات اللي الشاعر قالها فيها ذكريات ولكنها ذكريات مؤلمه هنقول إن الشاعر عندما عاد إلى موطن ذكرياته ووقف أمام دار حبيبته يتنازعه الشوق والحنين الى وصل تلك الايام او الى تلك الايام من اجل وصل منقطع هو يريد ان يصل منقطع بسبب الهجر فبيقول مصورا لهذه الاحاسيس كان قلبي المرهف الحس يتوقع صعوبه الموقف يعني انا جاي الى هذا المكان وانا عارف ان العوده ستكون صعبه على النفس ورغم آآ آآ ذلك ذهب ولكنه فوجئ بأن قلبه يضطرب كأنه طائر مذبوح قلب بيضطرب تسرع دقاته مثل الطائر المذبوح وفوجئ بأن دموعه تنسال كأنها إجابة كأنها إجابة على آه هذا السؤال فكأن نفسي ودمعي وتجربتي كلها تشترك في المعاناة من العودة التي هفى إليها قلبي وتتمنى ان لم تكن قد حدثت، ثم تكرر مره اخرى استنكار العوده، معتمده على ان هذه التجربه قد طويت، يعني انتهت، خلصنا منها، وخلصنا مما كان فيها من متاعب الشوق والالم، ورضيت النفوس النفس بالسكون والهدوء، سكون النسيان والسلوى والطمأنينه وفراغ البال، وكاننا لم نمر بالتجربه اصلا، ومع ذلك عندما عدنا كان شيئا لم يحدث وعادت الآلام إلى النفس مرة أخرى من مواطن الجمال اللي موجودة عندي رفرف القلب بجنبي كالذبيح ودي طبعا هنا هو شبه الشاعر القلب بالطائر المذبوح وسر الجمال التوضيح آه يا قلب التائر استعارة مكنية شبه القلب بإنسان يناديه وسر جمالها التشخيص وفيها توضيع آه ويجيب الدمع استعارة مكنية صور الدمع بإنسان يجيب وسر جمالها التشخيص آه الماضي الجريح استعارة مكنية صور الماضي بإنسان أصابته الجراح وسر الجمال التشخيص آه نطوي الغرام استعارة مكنية صور الشاعر الغرام كانه كتاب يطوى او تطوى صفحاته وسر الجمال التشخيص فراغا كالعدم تشبيه شبه يعطي ايحاء بما كان يقول لنفسه او يقول لنفسه من انه تخلص تماما من اثار التجربه كانها لم تمر به بعد كده الابيات الاخيره اللي موجوده معانا بيقول فيها موطن الحسن ثوى فيه السام وسرت انفاسه في جوه واناخ الليل فيه وجثم وجرت اشباحه في بهوه كل شيء من سرور وحزن والليالي من بهيج وشجي وانا اسمع اقدام الزمن وخطى الوحده فوق الدرج هذه الابيات الشاعر يعني بيستمر في الكلام او في شرح تجربته او تجربه العوده وما صاحبها من اثار نفسيه مؤلمه جعلته يشعر بالحزن ممكن نتوقف عند هذه الابيات على ان نعود اليها ان شاء الله في حلقة قادمة نكمل فكرة ابراهيم ناجي الشاعر ابراهيم ناجي ونكمل معه رحلة عودته إلى دار محبوبته. طلاب أبنائي وبناتي طلاب الصف الثالث الثانوي الفني سعدت بلقائكم وأرجو أن تكونوا قد استفدتم مما شرحناه. في هذه الحلقة على وعد بلقاء جديد ان شاء الله في حلقة قادمة نستكمل فيه ما بداناه اليوم وشكر الله لكم شكرا لحضراتكم